sia presidente dell'Istituto Macchi Musea. التي أتاحت لي فرصة المشاركة مع هذه النخبة من الشعراء والشواعر من الضفتين. Che mi dio l'occasione di partecipare con questa elite di artistas e poetas. ومن دول شقيقة أخرى حتى أنال نصيبي من شرفي الوقوف أمام هذه الوجوه الطنجوية الطيبة المشوشة. Poetas de Marruecos y de otros países y por lo que me encuentro muy feliz compareciéndome aquí ante estas caras, dice... مساء الخير، معكم ربيعة مرسيا رئيسة مؤسسة الميكرومسيا الدولية للثقافة بإسبانيا وفرعها هنا عندها في مدينة طنجة. احنا اليوم في الأمسية الثانية للملتقى الدولي الثقافي الصداقة المغربية الإسبانية تحت شعار نتعايش لنحيا بسلام. عملنا واحد مجموعة ديال الفقرات، منها شعر، منها ندوات، منها ورشة رسم فنية. هذا الملتقى كان جد متنوع والحمد لله الكل فرحان وكل نشطان وكل عجبو هذا الملتقى هذا، واللي هو اللي كيعبر على المحبة وعلى التعايش وعلى التضامن وعلى كل واحد كيعبر بروح يقول لك انا كنحس بالمغرب لان بلادي، لان كيجي كيشوفوا الاحضان كيشوفوا واحد تعايش كيشوفوا الناس كتبغيهم. قال لك حنا في بلادنا كنخرجوا كنمشيو نشربوا شي حاجه كناكلوا كيما خرجنا كندخلوا للدار. قال لك ولكن هنا فين ما مشينا كنشوفوا الناس كتبسمنا كتضحك معنا كتعرفنا كنشربوا كافي كنشربوا اتاي، يعني كنحسوا براسنا بلي انا حنايا هنا ما كنقنطوش، هنايا كنحسوا براسنا كل نهار ما كتعرفش